مساء الخير. البوصلة حلقة الاثنين. امبارح وقفنا عند نقطة مهمة جدا، ثالث نقطة في تكوين المناخ العام المسمم الذي ينتج إرهابي أو بالأحرى متطرف في أياما أو في أيام معدودات. النقطة الثالثة دي كانت مهمة جدا وشرحنا ليها شرح سابق عليها امبارح، اللي هي نقطة المؤامرة على الإسلام. أكبر سلوجن، أكبر كلمة ممكن تحطها بعد تمجيد الخلافة والتكلم عن ضياع عز الإسلام لما ضاعت الخلافة، ثم انتشار وزيوع فكرة الجهاد المتروك اللي هو فريضة وإحنا ناقصين وسنرى الذل، زي ما حديث طبعا مكذوب على الرسول، وزي ما قلت لكم من لم يغزو ومن لم تحدثه نفسه بالغزو. شوف الكلمة اللي هي لا علاقة لها بالرسول رغم أنها منسوبة لي وفي الكتب الصحيحة. ثالث علامة كبيرة بتكون الوعي العام ده والمناخ العام ده لتكوين زي ما قلت لكم امبارح المتطرف الغاضب دوما، هو غاضب على طول طول الوقت، لأنه الرسميين وغير الرسميين بالنسبة للاتجاه الديني في كل بلادنا العربية اتفقوا اتفاق ما تفهمش امتى، هقول دلوقتي اسبابه ضمني وغير مباشر، انه في مؤامرة على الاسلام. ده ابتداء كده، وان المؤامرة دي ليها علامات كتيرة جدا. تبتدي بقى تشوف العلامات اللي هم بيقولوها تضحك، بس للأسف العلامات دي بتوصل للناس على انها علامات حقيقية، فيبتدي هو يتلقى منك الخيط ويكمله. مؤامرة على الدين، أعداء الدين، ها، يريدون هدم الإسلام. الكلمة دي لو ما سمعتوهاش 30 مليون مرة في الأسبوع الواحد أبقى أنا أكيد مش فاهم حاجة، وأنتوا عارفين. عدي جنب أي جامع وبيخطي خطبة الجمعة لازم تلاقي الكلمة دي في النص. هدم الإسلام والمؤامرة على الإسلام، افتح التلفزيون عشوائي وقلب كده في القنوات اللي فيها برامج فتاوى أو قنوات دينية بقى كاملة، لازم تلاقي ما بين ساعة ساعتين كل شوية المؤامرة على الإسلام. وعي لا يمكن حصره، من زي ما أنا بقول ده من كل الروافد اللي بتيجي، إنترنت، شبكات تواصل، شيوخ رسميين، شيوخ رسميين، فتاوى، مواعظ، مقالات، تعالى كلمها في المقالات اللي بتتكلم عن المؤامرة على الإسلام، كتب طبعا، يعني مش عايز أقول لك، كلهم متفقين إن في مؤامرة على الإسلام. فأنت متخيل لما أنا أنشئ شاب أو رجل في طور التكوين أو امرأة غيورة ومحبة لدينها، وأفضل أقول له طول الوقت في مؤامرة عليك وكل العالم متكاتف عليك. بالمناسبة بين قوسين، في مرض نفسي، معلش، لأن ده علم نفس اجتماعي، يعني على فكرة علم النفس بيتعمل على البشر، الفرد، الإنسان، وعلى المجتمع. في حاجة اسمها كده، طبعا احنا ما عندناش دعوة بالكلام ده في بلادنا العربية. في حاجة كده اسمها علم النفس المجتمعي، اللي هو المرض العام الذي يضرب مجموعات كبيرة من المجتمع دون أن يفصل في كل واحد منهم نسبة المرض. والله بتكلم جد. وخلي بالكم مرض نفسي يعني مش مجانين وعايزين جلسات كهرباء. المرض النفسي مقسوم اتنين للي فاهم، يعني اهي معلومة، في حاجة اسمها ذهان وحاجة اسمها عصاب. الجماعة بقى بتوع الكهرباء والأدوية والحاجات دي اللي احنا يقول لك انت بتقول على المجتمع، لا لا لا، دول الذهان مالناش دعوة بيهم، ربنا يعفي عنهم ويساعدهم ويشفيهم. انما العصاب ده فندم كلنا، بس بدرجات بقى، ايه، واحد بيخاف من الضيق، من المكان، المكان الضلمة، الصعود لاعلى الاسانسير والادوار العليا، الجو ده، دي عصاب بالمناسبه، دي امراض عصابيه، بس ايه، مقبوله في الحياه العامه مع بعضينا كده كلنا. انما العلم النفسي المجتمعي بيتكلم عن عصاب عام. فتعال اقول لك حاجه مهمه مغلوطه عن المرض ده، له علاقه كبيره باللي احنا بنقوله من كلمه المؤامره على الاسلام، وهنطلع منها حاجه اسمها نظريه المؤامره والجو ده. بص، المرض اللي انا بتكلم عنه ده اللي هو اسمه جنون العظمه او الحاجات دي، يعني البارانويا، الاسم اللي انتوا واصل لكم يعني اسمه بارانويا،
ده ايه يا فندم؟ ده مش معناه ان انت حاسس انك انت زي ما التصور العام انك انت مجرد واحد مغرور، مغرور متكبر كده، ففجأة الكلام ككلام عام يقولك انت عندك جنون الأعظمة. لا لا خالص، مش علاقة بالغرور يا فندم، ده مرض نفسي شديد على فكرة، عصابي يعني. ها، بيتخيل الشخص انه مهم بس مش من ناحية الغرور، فبيتخيل من أهميته ان في مؤامرة كونية عليه هو لوحده بتفشله وتضيعه وتمرضه واحتمال يكونوا عايزين يقتلوه. فهمت حضرتك؟ ده مرض بجد، وانتوا فاهمينه غلط. المرض ده ملوش اي علاقة بالسفاهة اللي اسمها التكبر والغرور، لكن التاني ده موضوع مرضي حقيقي، لانه بيمشي طول الوقت اللي لبس فيه المرض ده على اساس ان في مؤامرة كونية من اقرب اقربائه لابعد الناس، للدولة اللي عايش فيها، للمخابرات دولية. يعني في ناس مهمة عايز اقول لكم حاجة، هيمنجوي نفسه الاديب الامريكي العظيم كان هرب من امريكا وراح عاش في كوبا، ابان فترة الخلافات بين امريكا وكوبا الشديدة في خمسينات وستينات القرن الماضي. بلا ادنى مبالغة الراجل ده كان مريض بالمرض ده، لانه طول الوقت وكل اللي حواليه كاتب في مذكراته انه طول الوقت كان عايش ان كل الدنيا بتتصنت عليه، تتنصت يعني، وانهم بيحاولوا يسموه ويقتلوه في كل وقت في عيشته في كوبا. يعني بالمناسبة قد يكون في جزء بسيط من ده انه والله الامريكان متضايقين انه قاعد في كوبا فبيحاولوا يسمعوه مثلا، بس ولا قتل ولا انت فتضخم الذات هنا مش معناه الغرور، معناه المرض النفسي اللي بيظن بيه الانسان انه كبير قوي اكتر من حجمه، وان الكون كله بيتآمر عليه. خلاص، شيل ده بقى يا فندم من انسان واحد بشر وحطه على اللي احنا فيه بالظبط، على من يتكلمون باسم الاسلام عندهم الحمد لله المرض العصابي ده كلهم. ليه؟ لان انت بقيت متخيل ده الاول صنعته من خيالك، الاسلام اكبر خطر على الناس دي، والناس دي بتعمل كل المؤامرات الدولية الكونية بقى لها 14 قرن لهدم الدين الإسلامي. كذب في كذب في كذب. قولا واحدا. نتائجه أنتوا يعني غالبا عارفينها، اللي هو أنا بطلع جيل غضبان كاره كل اللي بيعملوا المؤامرة، وعلى استعداد مش لعدائهم بس، لقتلهم وهو جاهز للموضوع ده. اوعوا تفتكروا الموضوع بسيط في الوعي العام والمناخ العام. اوعوا تفتكروا الموضوع بسيط اني اربيك طول الوقت ان في مؤامره على هدم دينك وهو اقرب شيء ليك ومحبب الى قلبك والى قلوبنا جميعا. بس ازاي الدين اللي بيجعل الانسان سامح يبقى تربيتي على حبه عباره عن غضب كامل مستمر لا يتوقف؟ أنا غضبان ومتطرف جدا في غضبي وجاهز للقتل نفسه عشان خاطر الدين الجميل أنا بحبه. مفارقة مرعبة، حب وقتل، يعني شيء مضحك جدا. طب المؤامرة دي يا فندم اتعملت ازاي؟ في اتكونت بقى ازاي في الوعي عند دول اللي صنعوها؟ بص يا باشا، احنا لما كنا في بداية الدولة الأموية الغاصبة القاتلة صعودا بقى، احنا كنا بيسموها كده زي في الادبيات يعني تيك اوف، الدوله ناشئه وطالعه. كل الفترات دي لو تلاحظوا الدوله الامويه بكل عنفوانها القاتل والدوله العباسيه الاولى بكل عنفوانها القاتل قبل بقى مرحله التشرذم، والدوله العباسيه الثانيه وصلاح الدين ويتخانوا مع بعض فيلجأوا للقصص الله، وبعدين بقى الدول الصغيره داخل الكبار، والاندلس اللي بقت امويه لوحدها، والوطن العربي كله عباسي، وبعدين بقى الطولونيه والاخشيديه والدول اللي وصول المماليك ثم العثمانيين او العكس يعني. في كل ده وصول لنهايه الدوله العباسيه الاولى عمرك ما هتلاقي في ادبيات الفقه القديم ولا تفاسير القران كلمه عن المؤامره عن الاسلام. ليه؟ لان انت كنت المستقوي الغاصب الجبار اللي بتقتل الناس ده بجد، فما فيش بقى مؤامره على الاسلام، ده احنا المؤامره نفسها. بصوا بقى من اول عصر الايه الهوان
والضعف والذل بفعل مجتمعي مش بفعل الدين. بص بقى الفرق. هطلع فاصل دقايق وارجع لك. رجعنا خلاص. فانت ده بقى اتكون ازاي؟ لما بدا عصر الاذلال من خلال نفس الحكام المسلمين اللي هم انتسبوا يعني الاسلام غير محسوبين على الاسلام كدين، دوله قامت على الظلم، فلازم تنتهي بنهايات مؤسفه معروفه. يعني يا عمي الاتحاد السوفيتي كان يعني ثلاث ارباع العالم دوله واحده، وبعدين لما جه واحد اسمه جورباتشوف حس ان الموضوع ده هش، بناء كبير لكن هش جدا، مفيش ولاء ولا انتماء، وفي بلاوي في هذا الاتساع الشاسع اللي ملوش اي لازمه، وكان بالغصب والقهر. فعمل حاجه اسمها البرسترايكا اللي هو اعاده الاصلاح. فاسالهم سؤال، نعمل استفتاء، تبقوا معانا ولا ما تبقوش معانا؟ اكبر الجنسيات اللي كانت لصيقه بالجنسيه الروسيه بل لا يتخيلوا ان هم يطلبوا الاستقلال طلبوه، اوكرانيا. وبعدين عد بقى طاجيكستان، وكل بقى خرج، كله خرج. فتبقى روسيا الطبيعيه، روسيا اللي اسمها رشا بس. كل الدول خرجت لانها امبراطوريه كانت فاضيه على الفاضي، ما فيهاش. كل الامبراطوريات الظالمه في التاريخ كانت كده، فاحنا منهم، احنا اللي ظلمنا مش اتظلمنا. اي فندم، مش باسم الاسلام، باسم انفسهم. فانت قتلت واغتصبت وسابت وذبحت ودفنت وحرقت اي والله حصل، ودخلت البلاد وكبرت الرقعه جدا على قله فايده وعلى ليس شيئا من الدين. فجالك العصر الثاني المعروف الاندحار، فبداوا هم اللي ياكلوك بقى حتت، وحتى الاندلس يجوا ياخدوا ارضهم ويطردوك بره، فيما يسمى ماساه الموريسكيون يعني، او الموريسكيين خلاص. وبدات حتى لو الدوله حتى اسلاميه، لكن تتخلص من رقه استعبادك اللي انت بتحكمها من بلد تانية. يا عم ما امشي، سيبني انا مسلم خلاص يا معلم، انت هتضيف لي ايه جديد؟ الخلاصه ان عصور الاضمحلال جت بالتوالي كده وصولا لاخر ايام الدوله العثمانيه. انا بحكي حاجه مهمه عشان لما بعد كده حد يقول لك مؤامره على الاسلام رد او اعيد تفكيرك لو انت نفسك يعني داخلة فيك الفكر. في أواخر عصر العثمانيين كل بقى الأدبيات دي رغم اندحار الحكاية بدأت على الأقل في القرن السادس السابع مع الأستاذ الفاضل ابن تيمية يتكلم كلام المؤامرة. الله ما كانت فين زمان؟ ليه؟ لأن أنت كنت القاتل الدباح اللي هزمت لكل حواليك من فرس لروم لعفريت، فأنت دلوقتي ما فيش مؤامرة. قوي مستقوي. لما جالك المغول وحصل ان الطوائف بقت يعني حاده جدا في خلافها، بدا بقى ايه اتجاه الحنابلة المتاخرين يملا الكتب زي ابن تيميه والناس اللي قبله من القرن الرابع للقرن السابع، يملا الكتب بادبيات المؤامره على الاسلام. اصل الطوائف دي مؤامره على السنه، والمغول مؤامره على الاسلام، والمش عارف مين مؤامرة على الدين. على فكرة ده ما كانش له أي علاقة غير زي ما أنت غزيت الناس كإمبراطورية فاسدة، هم عملوا فيك نفس الحكاية، ولا ليهم علاقة بالإسلام خالص. لدرجة إن زي ما حكيت لكم حياة ابن تيمية اللي هي فيها نضال مزعوم، إن محمود غزان نفسه وأغلب التتار أسلموا وبقيوا في البلاد الإسلامية وما رجعوش تاني. فما كانش فيه مؤامرة خالص خالص، هم كانوا جايين ياخدوا هذه البلاد لخيرات كثيرة فيها. لكن انت زرعت بقى المؤامرة في الكتب وراح بقى الحدث نفسه وبقيت بقى. فلما جت الدولة العثمانية جت على الخلفية دي ليه؟ تقول لك انا جاي ألمكم بقى تاني بقى لأحسن، فتعال. فجينا بالغصب وجينا بالقتل وجينا يعني سليم الأول اللي هم كانوا مسميين شارع باسمه ده، ما تعرفوش انتوا عمل ايه في المصريين وغيرهم كتير. والعثمانيين كانوا بيفترقوا عن المماليك حاجه دقيقه بس مش وقتها، المهم مش عايز استطرد في دي. الخلاصه
انت دخلت في السكه دي ما جيتش تاني بقى. فلما استقوت الدوله العثمانيه تاني ها بقى الاسلام قوي وجميل وما عليهوش مؤامره، واتنست الادبيات دي حوالي 300 سنه، والاصول كانت فاسده، وسليمان القانوني فساد الدنيا، يعني زي ما انتم تشوفوا كده في الدراما والقصر تحكمه بعض السبايا وقصه، ومحمد الغازي اللي سميناه مش محمد الفاتح، وعيش بقى. زي واحد كتب لي على تويتر لما انا قلت لكم في اول حلقه في المجموعه دي كيف نصنع المتطرف، بقول لكم ساعه التغريده بتاعت الاخ اردوغان، فبقول لكم اياميه من 3 اسابيع، وده اللي حصل يا فندم في تاريخك من اول يزيد بن معاويه لحد النهارده. قام واحد على تويتر كاتب لي بيقول لي انت كمان هتتكلم عن سيدنا يزيد بن معاويه؟ فانا رديت ما قدرتش، بس انا ما بردش على تويتر، ما بحبوش يعني وباء، بس ساعات ارد. فقلت له، فرحت داخل مش قادر بقى، مع ان لغته كانت سيئه ممكن ما ردش يعني. قلت له يا ابني انا هسيبك من كل اللي انت كاتبه ده، هو يزيد بن معاويه بقى سيدنا امتى؟ ما خدش بالي. طب حد يقول لي طيب يا جماعه انا ازاي اتكلم عن سيدنا؟ قلت له يا ابني انت فاكر عشان اسمه فخيم كده من الاسماء القديمه تروح لازق فيه كلمه سيدنا؟ فهو يتلخبط، راح ورجع طبعا الكلمتين اللي بيقراهم على جوجل، فعرف انه مش سيدنا خالص. قلت له يا ابني ابعت لك لينكات لاراء علماء السنه، مش انا، الكبار في يزيد. ده احمد بن حنبل ها، وده استطراد مهم له علاقه بوهم اللي انت فاهمه غلط خالص. احمد بن حنبل يعني فهم من كلامه خطا انه بيمنع من يسب ناس معينه او الشخص ده او غيره، فابنه بيقول له يعني بيلومه، فهو استغرب جدا قال له او يحب مسلم يزيد؟ احمد حنبل مش انا بيقول لابنه يا ابني هو في حد ممكن مسلم عاقل مؤمن بالله يحب يزيد؟ التاني اللي في تويتر لانه ما فيش ثقافه وفي ضحك عليكم قال لك سيدنا يزيد معاويه نكته الموسم. فالفكره انه لما استقوا تاني دوله عثمانيه بقى الاسلام قوي، مع ان الاسلام ملوش دعوه، لا كان هو المغتصب القاتل ولا كان الضعيف المذلول، الاسلام بره تكوينكم، انتوا الاذلاء وانتوا اللي اغتصبتوا الناس ودخلتوا بلادهم مش الاسلام. في عصور بقى الاضمحلال، ركز بقى في نقطه جايه عشان هي واصله جدا بال100 سنه اللي فاتوا، اللي نظريه المؤامره بقى كبرت للابد. في نهايات قبل وعد بلفور وظهور تيودور هرتزل وبدايه تكوين الدوله اليهوديه، بالمناسبه اسرائيل عشان بس ليها علاقه كتير بالمؤامره اللي احنا فيها او بالمؤامره على الاسلام، اسرائيل في تكوينها كانوا في المؤتمرات اليهوديه قبل صدور يعني اختيارهم فلسطين ثم صدور بلفور وعد بلفور، كانوا بيختاروا من 3 بلاد على فكره وطن لليهود، كانت منهم بولندا مثلا. يعني عايز افهمك ليه انا بقول كده، انه لما اختار فلسطين ما جاش عشان المؤامره على الاسلام خالص خالص، ما مش علاقه الاسلام يا فندم، هو اختارها لاسباب فضلتها عن بولندا عشان الهولي بقى يعني لاند والارض المقدسه والحق الديني، وما ابشعنا لو جبنا سيره الدين وحطينا فيه الحق، زي بالظبط احتلالهم لفلسطين، مبني على حق ديني موهوم بين قوسين، موهوم وهم، مفيش حاجه في التوراه بتقول دي ارضهم خالص. نرجع للموضوع، نهايه بقى الدوله العثمانيه ايام بقى السلطان اللي بيسموه بطل بين قوسين عبيد العثمانيه، بيسموه بطل السلطان عبد الحميد رغم انه هو مرتشي عظيم الرشوه وخد فلوس من اليهود وباع الاراضي، مش زي ما انتم بيوصل لكم انه البطل الذي قاوم شراء الاراضي، هكس كله خلاص. المهم هذا العبد الحميد وعصر الدوله العثمانيه كانت من فتره طويله اسمها رجل اوروبا المريض، بصوا الكلمه رجل اوروبا المريض يعني جسم كبير هو خلي بالك حاسب نفسه على الاوروبيين في الجزء الاوروبي اللي من اللي بيعديه البوسفور يعني المضيق، ولحد النهارده خناقتهم دي ان الاوروبيين بيقولوا لهم انتوا مش مننا، الارض واصله ببعضها حدودنا مع حدود مش عارف ايه، وتلاقي النمسا جنبه واليونان، بس انت مش اوروبي. كان قالها له مره يعني لواحد تاني اسمه احمد نجدة سيزر، كان ميتيران الرئيس الفرنسي فقال له This is a Christian club، لو انت واخدها بقى اديان قال له ده نادي مسيحي فاطلع انت منه خلاص.
الخلاصة، رجل أوروبا المريض ده وصف للدولة العثمانية. يبقى مين اللي ضعف يا فندم، الإسلام ولا الدولة العثمانية اللي هي كانت أصلا غاصبة قاتلة سفاحة، الأرمن وغيرهم والمصريين اللي اتعمل فيهم واللي أنت عايزه. ولذلك بدأت تخرج منها من استعبادها حاجات زي مصر. لما محمد علي مصر بقت مش ولاية عثمانية، آه بتبعت الخراج الضريبة يعني، لكن في النهاية كان بيحكمها بنفسه وبعد كده أولاده اللي هم لحد الملك فاروق. السؤال، رجل أوروبا المريض ده، أوروبا قالت بقى، جت في وقت كده قالت يا جماعة بقول لك خلص بقى موضوعك ده. طبعا فلسطين كانت بدأت تضيع من ضعفنا، مش من مؤامرة على الإسلام خالص، مفيش أي مؤامرة على الإسلام. بقول لك اختيار فلسطين جيب التصويت فرق بسيط عنه عن بولندا في الاجتماعات دي، للي يقرأ الاجتماعات يعني. خلاص. فاتفككت الدولة العثمانية بقرار ساعد عليه مصطفى كمال اتاتورك، والحمد لله انه حصل واتكتب الكلام على ورقه 1924 لم يعد هناك شيء اسمه الدوله العثمانيه، احنا امه تركيه واللغه الرسميه اللغه التركيه، والف الف شكر. تمام. من البكائيات بقى اللحظه دي زادت بقى في ال 100 سنه اللي فاتوا اللي هم اقتربوا يبقوا 100 يعني، 1924 وما قبلها بشويه من وعد بلفور وغيره، ان دي مؤامره على الدين. ده بس من الاتجاه ده، ده لسه في اتجاهات كتير بيصبوا عندك ان دي مؤامره على الدين. يا فندم اديني دليل. ما افتكروا بقى البارانويا، ها؟ ان في اهميه كبرى وفي العالم كله. طب الاسلام، الذين عبروا عن الاسلام هم الذين عادوا هذا العالم من كل الخلافات القاتله. لكن الاسلام كدين لو كان عبر عنه بما يحمله كنص من قيم ما كانش العالم عداك ولا لي أي مشكلة معك. كلها مطامع سياسية. في مطامع طبعا في منطقتنا العربية، تعالى خصوصا أنها تنتقل مرحلة تانية خالص لما أحكي لكم مطامع ما بعد البترول. بالمناسبة البترول ظهر في العشرينات، مش متأخر، مش سبعينات زي ما الناس فاكرة، بس ما كانش له القيمة دي، كان بيتباع يعني دراهم معدودة. ما حدث من حروب مؤخرا ستينات وبالذات حرب 73 هي اللي عملت البترول بالسعر ده، فكان خير لأصدقائنا في الخليج العربي. فالمطامع دي قبل البترول وبعد البترول ليها علاقة بالمنطقة اللي انت ساكن فيها، بوجود مصر مثلا عند القناة ومدخل البحرين وصولا للهند تحت، فدي منطقة استراتيجية، بتأمين مضيق جبل طارق من الفرنسيين عايزين كل المنطقة دي تبقى فرانكفونية، تبقى تبع لثقافتهم، تبقى تبع لثقافتهم، فقرروا احتلال هذه البلاد في وقت ما مش اي علاقه للاسلام خالص. نابليون لما جه مصر الحملة الفرنسيه ما كانش بيفكر في موضوع الاسلام تماما، هو ملوش دعوه يحتل البلاد ايه يعني، هو مصر بوابه الشرق فانا سيطر عليها، لان انجلترا ساعتها كانت مسيطره على الحته الثانيه. تنافس سياسي، انت عشان ضعيف الوقت الضعف بتاعك خدت على دماغك وسكت واحتليت بال100 سنه وال200 سنه وال300 سنه، بس بدل العثمانيين بقوا اجناس ثانيه، ما هو العثمانيين احتلال. لكن هل ده كله ليه علاقه بالاسلام؟ هل الاسلام هو الهدف؟ هل شفتوا اي، والوثائق طلعت خلاص بعد مئات السنين، اي محاضر اجتماعات حاجه بيقولوا الاسلام وعدونا؟ طبعا الا الكتاب المضحك الهزلي اللي اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، عشان ده كتاب اطفال ممكن تحط مع ميكي ماوس، اوعوا تصدقوا ان ده كتاب حقيقي، ده هاكس، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حد بيجتمع ويكتب على نفسه يقول نحن اشرار العالم، ده في مازنجر بس مش في الحقيقه، انما الاصل ان ده هاكس. كل الحكايه ان مصالح سياسيه جعلت المنطقه دي دايما في بلاد مختلفه فيها هدف، ثم رد بقى للقديم، ما هو انت عملت كده فينا كتير، فانت دلوقتي بتقول ده استعمار وبتنكر على غيرك لما انت استعمرته، وعملت حركات تحرر في الخمسينات طردتهم كلهم ونكرت على غيرك لما طردوك، ده انت لحد دلوقتي بتتباكى على الاندلس. اندلس يا ابني عيب كده؟ يعني عيب اختشي. بلد مش بلدك وطردوك، خلص الموضوع. الاسلام ما قالكش اعمل كده. فانت الخلاصه اللي هنكملها بكره، كل نصر نسبته للخلفاء العظماء وعز الخلافه وكل هزيمه لزقتها في الاسلام مش في الخلفاء. الاسلام هو اللي اتهزم وبقى ذليل وبقى عليه مؤامره، وده الحل بتاعك انك تسترجع القلوب عندك تاني وتبرر اخطائك
انك اتمسح بيك البلاط من ظلمك وضعفك، ظلمك ثم ضعفك، لزقتها في الاسلام، فانشات اجيال طويله جدا باشكال مختلفه. لسه الروافد كتيره في النقطه دي، ان في مؤامره على الدين، كله بيستهدف هذا الدين العظيم، حتى وصلت ايامنا دي، وده هنشرحه بكره، للاصلاحيين يا عيني اللي زينا، بقينا مؤامره كمان على الدين. ويد الغرب الظالم والمخابرات الكونيه لهدم الدين وعداء السنه. ومش عايز اتكلم اكتر، ما كانش بيبقاش سخريه. احنا في ماساه، ماساه مليئه بالكذب، مبنيه على وهم كبير اكذب منها، اسمه ان هناك مؤامره على الاسلام. يا حبيبي، لحد ما نشرح بكره، انت المؤامره على نفسك وعلى دينك. هقول لكم بكره ازاي. كمل بكره واشوفكم بكره.